السلام عليكم. إذا هذا درس من دروس التناسبية، سلم التصاميم والخرائط. في هذا الدرس سنتعرف كيف نقوم بحساب السلم، كيف نقوم بحساب المسافة الحقيقية، وحساب المسافة المصغرة. عندما نقول سلم التصاميم يعني به السلم المعتمد لتمثيل الواقع على الورق. عندما نقول الواقع نقصد بذلك مثلا تمثيل الواقع على الورق، نقصد بذلك مثلا خرائط أو تصاميم لبنايات معينة. إذا أولا سنقوم بتمرين تمهيدي. مثل مهندس بقعة أرضية طولها 12 متر بمستطيل، طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذا قام هذا المهندس بتمثيل قطعة أرضية مستطيلة الشكل على الورق، يعني من الواقع إلى على الورق. طول هذه القطعة المستطيلة الشكل في الواقع 12 متر، لكن على الورق 6 سنتيمتر. يعني قمنا بتمثيل 12 متر على الواقع في الواقع على الورق ب 6 سنتيمتر. إذا حساب السلم، هو السلم الذي مثل به المهندس هذه البقعة. إذا خلال التمرين نلاحظ أنهم أعطونا المسافة الحقيقية، يعني الطول الحقيقي للبقعة 12 متر، ثم الطول المصغر أي الطول المستعمل في الورق 6 سنتيمتر. إذا هنا المطلوب هو حساب السلم. حساب المسافة التي السلم يعني نعني به حساب المسافة التي يمثلها 1 سنتيمتر على الورق في الواقع، يعني كل 1 سنتيمتر في الواقع ما هي المسافة التي يمثلها في الواقع. والسلم دائما هو عدد كسري بسطه 1 ومقامه العدد الذي يمثله في الواقع. والسلم دائما يكون بالسنتيمتر، يعني البسط بالسنتيمتر وكذلك المقام بالسنتيمتر. إذا هنا سنمثل البقعة الأرضية على الورق. إذا هي على شكل مستطيل، طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذا لحساب المسافة التي يمثلها 1 سنتيمتر على الورق في الواقع سنستعمل القاعدة الثلاثية. إذا هذا درس من دروس التناسبية، وبالتالي سنستعمل هنا كذلك القاعدة الثلاثية. إذا هنا ما هما العددان المتناسبان؟ العددان المتناسبان هنا هما الطول الحقيقي والطول المصغر. الطول الحقيقي هنا هو 12 متر، تمثيل 12 متر في الواقع ب6 سنتيمتر على الورق. إذا هنا في جدول العلاقة الثلاثية، في السطر الأول سنضع 1 سنتيمتر. ما هي المسافة التي ستمثل لنا 1 سنتيمتر في الواقع؟ ثم سنضع هنا 6 سنتيمتر، يعني المسافة المصغرة أو المستعملة في الورق. بعد ذلك سنقوم، إذا لاحظوا هنا جدول العلاقة الثلاثية هنا في هذا الدرس، المسافات كلها يجب أن تكون بالسنتيمتر. يعني إذا كان في التمرين أي وحدة أخرى غير سنتيمتر يجب أن نحول. إذا في هذا التمرين لدينا 12 متر، إذا يجب أن نحولها إلى السنتيمتر، لأن هنا الأبعاد كلها يجب أن تكون بالسنتيمتر، هي 1200 سنتيمتر. إذا سنضعها هنا، أي أن 6 سنتيمتر على الورق تمثل لنا في الواقع 1200 سنتيمتر. إذا لاحظوا معي هنا، هنا في هذا العمود، هذا العمود هي المسافة على الورق أو نسميها بالبعد المصغر، 1 سنتيمتر ثم 6 سنتيمتر هي المسافة التي نستعملها على الورق أو على التصميم. أما هنا فهي المسافة في الواقع، يعني المسافة التي توجد في الواقع على أرض الواقع، وتسمى كذلك بالبعد الحقيقي. إذن في هذا العمود، هذا الكولون، نضع البعد المصغر أو المسافة على الورق، وهنا نضع
البعد الحقيقي أو المسافة في الواقع. إذن هنا جدول العلاقات الثلاثية، عددان متقابلان، عملية الضرب، ونقسم على العدد الثالث. إذن لحساب المسافة التي تمثل لها 1 سنتيمتر على أرض الواقع، إذن العملية التي سنقوم بها هي 1 في 2200 عددان متقابلان عملية الضرب، ثم نقسم على العدد 6 تساوي 200. إذن هنا 200 سنتيمتر، كذلك هنا هذه المسافة فهي بالسنتيمتر، أي أن كل 1 سنتيمتر على الورق في الواقع يمثل لنا 200 سنتيمتر أو 100 سنتيمتر. وبالتالي فالسلم هنا هو على شكل عدد كسري، فصله 1 ومقامه 200 سنتيمتر. إذا السلم هو 1 على 200، 1 على 200 هو عدد كسري، فصله 1 ومقامه هو المسافة التي تمثلها لنا 1 سنتيمتر في الورق، بالتالي السلم هو 1 على 200. إذا هذه الطريقة التي يمكننا حساب بها السلم. إذا قلنا السلم هو دائما على شكل عدد كسري، بسطه دائما 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 بسطه 1 ومقامه هو المسافة التي تمثلها في الواقع. نمر الآن إلى تمرين آخر. المسافة الفاصلة بين مدينة آسفي ومدينة الدار البيضاء هي 255 كيلومتر، نريد تمثيلها بقطعة مستقيمة على خريطة بسلم 1 على 5 ملايين. إذا هنا في هذا التمرين أعطونا المسافة الحقيقية 255. إذا هنا التمرين فهو يتكلم عن المسافة فاصلة بين مدينتين، أي طريق فاصلة أو مسافة فاصلة ما بين مدينتين أسفي والدار البيضاء. طول هذه الطريق أو هذه المسافة 255 كيلومتر. إذا لاحظوا هنا المسافة فهي بالكيلومتر، وبالتالي فهي المسافة الحقيقية. نريد تمثيلها بقطعة مستقيمة، إذا سنمثل هذه الطريق على الورق على شكل قطعة باستعمال هذا السلم 1 على 5 ملايين، أي أن كل 1 سنتيمتر في الورقة فهي تمثل لنا في الواقع 5 ملايين. ماذا 5 ملايين سنتيمتر؟ إذا هنا دائما السلم فهو بوحدات السنتيمتر، لا في البسط ولا في المقام. وبالتالي السؤال هنا هو حساب طول القطعة المستقيمة بالسنتيمتر، أي حساب البعد المصغر، الطريق المسافة التي استعملناها في على الورق بالسنتيمتر. إذا لحسابها بيان سور سنستعمل جدول العلاقة الثلاثية. إذا لاحظوا معي هنا 1 سنتيمتر يمثل لنا 5 ملايين سنتيمتر، إذا هذا هو السلم. كل 1 سنتيمتر في الورق فهي 5 ملايين سنتيمتر في الواقع. وبالتالي في هذا السطر هو يمثل لنا السلم، دائما هنا يمكننا أن نضع السلم 1 سنتيمتر، دائما هنا 1 سنتيمتر. إذا سنستعمل هذه الطريقة، هنا نضع 1 سنتيمتر وهنا العدد الذي يمثله، أي إذا أعطوكم السلم في التمرين هنا نضع البسط وهنا نضع المقام، ودائما بالسنتيمتر، أؤكد على ذلك السلم دائما بالسنتيمتر. في جدول العلاقة الثلاثية في هذا الدرس بالذات نستعمل وحدات السنتيمتر، إذا أردنا وضع الأعداد في جدول العلاقة الثلاثية نضع وحدات السنتيمتر، أي وحدة كانت في التمرين غير سنتيمتر نقوم بالتحويل إلى هذه الوحدة السنتيمتر. وبالتالي بعد ذلك سنقوم بتحويل 255 كيلومتر إلى السنتيمتر، إذا تساوي 25500 سنتيمتر، وبالتالي نضعها هنا في الجدول. إذا هنا وضعنا السلم 1 سنتيمتر تمثل 5 ملايين سنتيمتر، إذا ثم 25,500,000 سنتيمتر، هذه هي المسافة الحقيقية على أرض الواقع، وبالتالي سنحسب المسافة المصغرة على الورق. كيف ذلك؟ استعمال العلاقة الثلاثية 25,500,000 في 1 عددا متقابلا، ونقسم على 5 ملايين أي العدد الثالث تساوي 5.1 سنتيمتر.
إذا 5.1 سنتيمتر هو طول المسافة الحقيقية ولكن على الورق. إذا المسافة التي تمثلها 255 كيلومتر في الواقع هي بالذات في على الورق هي 5.1 سنتيمتر. إذا خلال هذين التمرينين يمكننا استعمال جدول العلاقة الثلاثية للإجابة على أي سؤال، والسؤال دائما يكون مطروح يا إما طول القطعة، طول المسافة الحقيقية أو المسافة المصغرة أو السلم، يا إما حساب السلم أو المسافة الحقيقية، يمكن أن نقول كذلك البعد الحقيقي، ثم المسافة المصغرة أو يمكن أن نقول البعد المصغر، ونقصد بذلك المسافة على الورق أو على التصميم أو الخريطة. إذا يمكن خلال هذين التمرينين يمكن الآن استخلاص، إذا هذا هو الجواب على السؤال، طول القطعة المستقيمة هو 5.1 سنتيمتر. كما قلت يمكننا استخلاص بعض القواعد الهامة في هذا الدرس. إذا جدول العلاقة الثلاثية هو كالتالي، سنعتمد على هذا الجدول، إذا لا داعي لحفظ العلاقات، فقط يمكنكم حفظ هذا الجدول أي بوضع العدد المناسب في المكان المناسب. إذا هنا نضع 1 سنتيمتر، يعني السلم، هذا السطر هو يمثل لنا السلم، هنا نضع البسط وهنا المقام، ودائما بالسنتيمتر. ثم البعد المصغر أي المسافة على الورق أو التصميم أو الخريطة بالسنتيمتر كذلك، وهنا نضع البعد الحقيقي أو المسافة الحقيقية يعني على الواقع، كذلك يجب أن تكون بالسنتيمتر. يمكننا استخلاص القواعد من خلال العلاقة الثلاثية. إذا البعد المصغر هو البعد الحقيقي في 1 مقسوم على مقام السلم، البعد الحقيقي في 1 إذا يساوي البعد الحقيقي مقسوم على السلم. ثم البعد الحقيقي لحساب البعد الحقيقي أو المسافة الحقيقية هو البعد المصغر، هو البعد المصغر مقسوم على أو عفوا في مقام السلم ونقسم على 1، أي هذا مقسوم على 1 فهو العدد نفسه. ثم لحساب مقام السلم، إذا طلبوا منكم في السؤال حساب السلم ما عليكم إلا حساب مقام السلم، ثم تضعون في البسط 1، مقام السلم هو البعد الحقيقي مقسوم على البعد المصغر، البعد الحقيقي يعني البعد على أرض الواقع مقسوم على البعد المصغر أي على الواقع. إذا هذه القواعد المهمة التي يمكن استخلاصها من جدول العلاقة الثلاثية. ودائما في التمرين في المعطيات هناك اثنان من هذين العناصر، ونبحث عن العنصر الثالث في السؤال.